ضربة ركنية كان باتسي حولها مرت وعبرت ووصلت وعانقت الشباك. لا والله هي على خط المرمى لكنها عبرت ما عانقت الشباك، وبالتالي بوليفيا تفاجئ الأرجنتين وتسجل الهدف الأول في المباراة بواسطة روخس. شوفوا 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 شلون إذا تبي تدخل، إذا تبي تدخل، دخلت وعبرت ومرت من المدافع. لاحظ معاي، لاحظ معاي بانيجا، وبعد ذلك روميرو حاور، ولكن الكرة مرت من على الخط، وبالتالي هنا اللاعب روخس الذي يسجل الهدف الأول. يمكن دوره انه هو يحد من خطورة ميسي. أغويرو يسجل هدف التعادل للأرجنتين، هدف رائع وجميل للمنتخب الأرجنتيني. أغويرو عالطاير يسجل هدف التعادل. شوف 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 الإضافة، إضافة دي ماريا، إضافة أغويرو، واللقطة الجميلة، اللقطة الجميلة اللي تهيأت. لاحظ من دي ماريا بهذا الشكل تهيأت، وبهذا الشكل هدف جميل في المباراة الافتتاحية أحرزه أغويرو. هدف يعني هكذا تلعب الأرجنتين وهكذا تسجل الأرجنتين، والآن هدف مثالي، لعبة مثالية متبادلة ما بين لاعبيه.